المباراة ديالنا مع ضيفنا أنيس العيار، رحب به من جديد اللي عبد الوالي السابق. أهلا بك أنيس. مرحبا يا إسلام. باهي نبداو من البدايات، البدايات في ستاد هكا ولا ايه؟ ملعب التونسي. كيفاش كانت بالضبط؟ احكي لنا أول نهار خممت فيه تهز الساك هكا وتمشي تقول اليوم باش نكاو. بون احنا نعرفوا حيفا توما قريبة برشا للمركب بلادي النايفر، يعني حومتي الشعبية وين تربيت، حومة كلها كورجية معناتها البتاحي كانت موجودة. الناس كل يعني تتعاطى النشاط سيرتو كرة القدم، تعرف حجرة منه حجرة منه، نكملوا القراية نلموا بعضنا من الصغرى. وزيد الملعب التونسي يعني كانت في الوقت هذاك يعني كمام، يعني كي باش تدخل للاستاد كان الباب محلول للناس الكل، مش كيما تو. كيفاش تو تبدل؟ تبدل تو باش تمشي تعمل تيسيز ما تعطي فلوس، الباب مسكر، كل شيء صعوبات. فلوس شنو؟ معناها رشوه ولا كاتب؟ لا لا لا، باش تعمل تيسيز ما تعطي فلوس في الجمعيات الكل. صحيح. في تونس وسلام كنت في الجمعيات الكبار. اي جمعيات الكبار تعطي فلوس باش تعمل تيست. الحمد لله جينا في وقت اللي وقتها انا ما عنديش حتى 10 فرنك، الباب محلول عملت تيست وقتها موجود. لو كان جاب الفلوس وقتها ما نجمش نعمل، رغم اللي مسوم كبير نتاع 20 دينار 30 دينار. ما تقدرش شكون باش يعطيك؟ شكون من بيك صغير باش يعطيك 20 دينار؟ تعرف 20 دينار ليبوك ولا يعني اعتبار 100,000 تو. ما نجمش يعطيك 20 دينار باش تمشي انت على نهار ولا اثنين تعمل تيست تشوف يقبلوك، تشوف اسافوار يقبلوك ولا حتى حد. اي الحكايه هذه يعني انت حليتها تظلم برشا كورجيه، تظلم برشا بيان سور. وثما ناس ما تقدرش اسلام، كيفاش اليوم نجيو كل واحد من عائله تنحيها من قوتها باش تعطيه يمشي يعمل تيست وتمن بيه اسكو باش ينجح بيه التيست؟ اسكو تقول لي بلعبي تقول لك ال 20 دينار هذيك اي ولي ولا اي معناتها الوليه باش تخلي ال 20 دينار هذيك باش تعمل بها قفه تعمل بها على الشيف تور للدار سوار. ظروف العباد راه ماهيش الناس كل كيف 20 دينار عند الناس اللي موجوده تو تسوى برشا فلوس. ما عادش للزويبه الكوره نوعا ما، كان تحب نتعمقوا تو نتعمقوا يا حسره على الكوره. هذاك علاش اليوم احنا قاعدين نوخروا بالتوالي، خاطر حق الناس هذوما مهضوم برشا وانا مش نقعد ندافع عليهم من دحيك. في كل منبر عليهم نحب نكون انا الدفاع عليهم، خاطر انا مريت بها الفتره هذه واليوم الناس هذوما حقهم مهضوم، تعبين ما عادش قادرين يمشيوا يدخلوا يترناو. ناس نشوف صغيرات يبكيوا ساعات مع ماتهم قدام النايفر انا متبردو كنت من با معناتها 10 متر على الاستاد فهمت. سامح معناتها كي تشوف الصغار كي يبدا يدس في يومه باش يدخلوا يترنا والله مشهد ما نحبش ان نعملوا الشعب اويس وديزون، اما الزويلي ما عادش قادر انه يتعاطى كره قدم وقت اللي هو راهو عنده الي دوي معناتها تحس اللي عنده لونفي وغاديك راهي الكره. وشوفها من ستار الكل كيفاش بداوا حياتهم. صحيح اليوم تبدلت المعطيات دوماج خساره وكاو. باهي ارجع لي اللي كنت كيفاش؟ انا مشيت دخلت كحارس مرمى، ممكن اول ما استعملت كحارس مرمى والله تقبلت كحارس مرمى ومشيت الامور. ومن بعد وليت كقلب دفاع في مرحله اخرى، ومن بعد استقريت على ظهير يسار في الـ في الـ في الـ في الاصغر. ما عندكش المورفولوجيم تاع قلب دفاع؟ قلب دفاع نعرفوه هكا طويل. كنافارو تعرف قداش تايو اكسبلوزيف. صحيح. يعني كنافارو كي يطلع مع ابرا ينجم يخوها لي، راهي يعني المشكله مش في التايو معناتها الجبارين تاع الاكسيال سيفري برشا يطالبوا. ما ساعات تلقى اكسيال كيما كنافارو يعمل ديتون تشوف قداش وياخذ لي دويال نتاعو الكل، معناتها هنا راهي يعني كيما نقولوا احنا الصناعه. فما حاجات اخرين يخلوك ثم برشا حاجات ممكن نحكيو على التاي، لكن ثم ذكاء برشا سيرتو في قلب دفاع. اليوم ما عادش عندنا الليدور اللي يكون في قلب دفاعه ويواجه ليكيب، فقدنا برشا. من بعد خالد بدره راضي، خالد بن يحيى، ثم ملعبيه خلاو بصمه اليوم في الكره التونسيه. وانا يحصل لي الشرف اني في وقت ما ترنيت عند سي خالد بن يحيى اسطوره، يعني عنده يسار عجوبه وكيف بدا يترنى معاك تقول لك تحب تولي خالد بن يحيى. معناتها الثقه اللي عنده والليغونس بدره كيف اليوم. شوف اسلام ريتشي اكسيال يعمل مونتي كيما كان يعملها بدره. صحيح فماش فقدت اليوم نعملوا التاش نتاعنا نعطيو باس نطلعوا بالراس اصلا من وقت ظهر لي بدره وجعالي نحل وجع على ولتو. مع احترامي للموجودين حاليا ماهمش مقصرين، رغم اللي مثلا عبد النور عملت كارير اكبر في الاوروب حتى من بدره. يمكن عبد النور حاجه اخرى قصه اخرى، عبد النور قصين عليه برشا. كريم حقي زاد لا حقي حاجه اخرى، حقي صنع روحه بروحه ما عمل على حد. ونعرف بدايه كريم كيفاش بدات في ليكيب ناسيونال مع بعضكم وقتها في 2004 مع بعضنا. لا انا ممكن قبله كيركستاج قبله، هو جاء من بعد. هو جاء وقت اللي روجي لومير مشى يتفرج في الاسبوار تاع الاطوال والمرسى، ووقتها كان مع سي رضا الجدي وقتها موجود معاه في التيران وعجبه الملاعب هذايا، عيط له هو ملاعب اسبوار. وكي جاء معنا ظهير يمين ايه لعب حتى في كل دفعه كي لعب فوالا فرض روحه
وريتو كيفاش البدايه نتاعو عمل برشا ايفور وضحى بالكذاب بالكذاب. هو الفكره وقال كلمه في الجيل نتاعي ما كنتش احسن فنيا، لكن فما حاجات خدموا به خدموا خلاه يفوت برشا ملاعبيه كانوا خدموا منه. مونتال قوي برشا الملاعب، مونتال وعنده شخصيه يزيد بريز امبورطون في الكور، انك عندك البيرسوناليتي مهمه برشا. ثم دي كريتيك باش يجيوك، ثم فترات خايبين في الكارير نتاعك لازمك تعديهم، تعرف كيف تجيري الكارير نتاعك. اون بلوس بروفيسيونيل بيتم معنا الكلمه كريم نظم برشا. كنت باش تحكي عبد النور وقصيت عليك. عبد النور، عبد النور في وقت ما نضربوا به في المثال وكان هو المثل نتاعنا في تونس. نعرف وقت اللي تبدا تلعب فالنسيا مع برشلونه ينورنا عبد النور. صحيح. نعرف شنو صار بعد، بون جا في فتره خايبه لكن برشا قصص. قداش نعرفش خاطر نعرف اللي تعرف كل شيء. لا ما نحبش ندخل في الديتاي، اما ملاعبي في وقت ما زاد كنت عنده مكانه في تونس. اسمع واحنا التوانسه ما خيبنا زاد. مخيب ملاعبي معاش كيبيت كيما فالنسيا كان مطلوب في وقت ما، حتى برشلونه شفنا جرايد في اسبانيا يحكيوا عليه، لعب في اللوام، لعب في موناكو، واحنا نجيو في تونس معناها ما نستهزئوا به، معناها نقللوا من قيمته، بصراحه مخيبنا. ومخيبه كي الملاعبي يوصلوا انه الشعب التونسي كل ضده، ولا ثم كريتيك وثم كنقد مش البناء الفني. انا راهو مع التوانسه انه ياخذوا فنيا كيفاش بلاسمون غلط هنا هنا، لكن باش تعديو ايتاب اخرى باش نوليو نستهزئوا بيه ولا نديو معناتها طرق يعني غير لائقه، فهمت؟ صحيح. مسلم لاعبي مورالمون، واليوم هو بدا يرجع بشويه بشويه ان شاء الله. اي ان شاء الله. والله العظيم صدقني اسلام عمري ما قبلت، ماني موجود عمري مريت وعمري ما نهار حكيت معه، لكن لاعبي تونسي زاد في وقت ما شرف الراي التونسيه وكان ليدر وكنا نستناوه. انا نفرح برشا كي راه ملاعبي تونسي في لو نيفو، وما حوجنا الملاعبي هذا عيب كبير. وفي تونس اليوم تشوف الجزائريه والمغاربه وين، تشوف الملاعب نتاع ياكس اسمه زياش باش يعمل في الاياكس، تشوف ملاعبي الجزائريه والمغاربه معناتها شنو يقدموا محرز برشا برشا. احنا اليوم تونس الحق كان ما عادش عندنا حتى ملاعبي اللي نجموا نحلوا الشامبيونز ليغ نهار الاربعاء ونشوفوا ملاعبيتنا نتبعهم. قعدنا محصورين اوروبا ليغ بالسيف بالسيف، عندنا مرياح السنه هكا طير في العين مع اولمبياكوس. ياسين زاد كيف كيف، ياسين راهو مش تال تال يعني تكنيكمون، لكن لاعب يخدم خدمته يعطي حق الكره. اون بلوس ظهر جان دوفي نتاعو بها، اللاعب اللي تلقى جان دوفي اللي كاليتي تكنيك مش كبار، اما جان دوفي مع نوعا ما الامكانيات مش كبيره ينجم يخلط. خاطر المهم في كره القدم للاعب انه حياته اليوميه يعرف كيفاش يتعامل مع اصعب من الميدان، حياه البر اصعب من الميدان، يعرف كيفاش يجريها. ومانيش باش نحكي نقول انا قدوه. انت باش نرجع لك بعد. يعني مش نقول باش نجيك ندخل في تفاصيل نتاع نيس صغير. انا جست كمل لي ديما تحلي في لي بارونتيز، كمل لي قلت لي علاش ما كملتش جارديان. ما كملتش جارديان على خاطر نلعب سقي مليح. الانترونور وقت اللي في التيست راني شديت شويه، مي بون قال لي جاوني ديريكت. مشيت كقلب دفاع، لعبت فيها من ليكول حتى كشي للميني. من ميني طلعت كادي وانا كقلب دفاع. جاء وقتها سي المصعب بن سعيد دزني على اليسار وقت قال لي البوست هذي وانت عندك جوش مزيانه وحلوه، ينقصوا معناتها البلاسمون والتمركز نتاعك في الميدان تو نصلحوه. وحطني في البوست هذيك، كنت لون برشا، خدم لي اكثر على الفيفاسيتي، بديت نتاقلم على البوست هذيك. ومحسن معناتها من حسن حظي وقتها في ستاد تونيزيا ما ثماش اريير جوش، قعدت البلاصة هذيك فارغة بوندون 4-5 سنين فارغة. كل عام يجي بورير ما يمشيش، يجي بورير وانا وقت مازلت قاعد نتدرج من الكادي الجونيور. من بعد كي وصلت للاسبوار اوتوماتيكمون مع وقتها سي جالي بن عيسى وقتها النيابة نتاعو الأولانية، خذيت ثلاثة ولا أربع صغيرات منهم أنا وطلعت بوسعايدي معاكم هكا أنيس، مع أنيس ومعنا واحد اسمه نجد الكرماوي زاد ولدنا، وخذينا ثلاثة ولا أربعة وطلعنا ليكيب سينيور وقتها مع ماريلدو أول ما كان موجود. جينيراسيون كبيرة وقتها كانت في ستار. إي كانت فيها أسامة، كان فيها لاسعد الله يرحمه. لاسعد الله يرحمه، لا مش لاسعد، هذه جينيراسيون اللي نحكي عليها أنا أول ما بديت فيها. ولاد ستاد. ولاد ستاد، نحكي لك على فجيرة وسلوين، هذوما نقولوا احنا القدم نتاع ستاد يعني لي سامبول. ممكن أنا ليكيب سينيور تاع ستاد قعدت تعيش معاهم 7 ولا 8 سنين نفس الجينيراسيون. اما من بعد في ستاد تونيزيان الحمد لله يا ربي في العام الاول راوند بارونتيز نجحت انا لستاد عملوا سينيور في العام الاول وقت اللي طلعت مع ليكيب سينيور وقت آه. اول عام تاع سي جالي بن عيسى العام هذاك كنت باش تحت فيه ستاد تونيزيان وقتها الكيف ربحت حمام لمف ربحت الكيف باش منعت ستاد وخسرنا في القروان
ومن بعد سياسة جديدة للجمعية وقت على رأسها سي جلال تحسنت الأمور ومنه بيسر بالشبان وجيسي علي السلمي وعطاه فرصة للشبان هذو ماخذينا فرصة منهم هنا مشكور ونشكر برشا سي علي انه عطاني برشا فرص بورتون ما بديتش بدايتي في ليكيب سينيور راه توب سلام غلطت برشا وعملت برشا ديقا في ليكيب سينيور وصبروا عليا في استاد برافو ونشكر برشا استاد تونيزيان على الحاجه هذيا انه ما قساوش عليا من العام الاول ولا الثاني انا يعني في العام الثالث ترشقت شنو هي الصعوبات لقيتهم وانت صغير في استاد هو انه ما كان فما كتاف حاجه كما هكا ولا في ليكيب سينيور وقتها ما ثماش انت صغير صغير في لي جون في لي جون ثم الوالدين يجيب كاسكروتات ثم يجيب لانترونور بالكهرباء ثم يهدي ما عندناش ما عندي لا نادي موجوده لا موجوده, موجودة. الكادو انا كان بحذايا ضيفي في خدمه بن يوسف عمناول حكينا على الباساج نتاعو في الستاد قال لي فما شكون يجيب دبوسه زيت بالدبوسه زيت يعني نجم يلعب حتى في الستاد دبوسه زيت عظم عربي ايش تبغى نقول لك انواع الكادوات كلها ما حاجه لازمك تعرفها ما نحبش نشيط الستاد تونيزيان بالتلتيل معناتها الطريقه اللي سوا ديزون اليوم في الستاد راهو موجود شيء ذي ممكن تجي فترات راهو في الملعب التونسي والفتره هذيك ممكن كانت حساسه بما انه ما صارتش هيكله جديده الملعب التونسي ما يعرفش معناتها لي زوبجيكتيف نتاعو مع وقتها قدوم جلال بن عيسى تحسنت الامور ولا ثم سياسه ثم منهجيه ثم عمل على المستوى نتاع الشبان وتحسن الملعب التونسي بعد ما قبل كان الملعب التونسي حاجه اخرى باه قبلك عجبت انت على الاولاد ستار طلعوا للسينيور بالمقارنه مع البوسعادي الكارير نتاعكم مختلف بينك وبينه انت كيفاش؟ باغ اكزومبل انيس عم لعب تو كمدرب هو انت اخترت اتجاه واحد اخر تحليل فني يمكن بو انيس اختار كمدرب على خاطر انا راهو باش ما خاطر انت تعديت برشا المرحله هذه هو اختار وانا اخترت انا راهو صارت لي ما كنتش مبطل صغير معناتها راهو باش نكون واضحين ما كنت نجم نكون موجود لتو ونكون موجود على الساحه وكنت نجم نختار ثنيتي كمدرب وانا ما صار غياب طويل شويه راهو على تونس كامل صاروا لي ديكا وصاروا لي ظروف خايبين وقاسين شويه بعد مده نتاع 8 9 سنين بعيد ديكونكتي على الكره في تونس على العباد على كل شيء بوم ما كانش عندي يعني كرة بالنسبة لي أنا كانت آخر حاجة اللي هي كانت أهم حاجة في حياتي فهمت الدنيا كانت صعيبة معاي شوية وقسيت وخلتني نبعد اليوم رجعت رجعنا بالبوابة التحليل الفني وقربك للميادين باش تعرف أكثر من لاعبين في تونس أنا ممكن عامين ثلاث سنين هذوما وليت نعرف من لاعبين ثم شكون ممكن على أنيس كما قلت أنت أنيس ما بطلش ما بعدش بس عادي قاعد موجود قاعد يتعاطف النشاط من بعد ما خرج مشى يقرا وخذ الشهاده نتاعو انا نو دخلت من بوابه التحليل كقرب كحب للكره خاطر حياتك الكره خاطر المرض نتاعي كان كنت متقلق ما نعرفش من شنو هو القلق نتاعي كان وقت اللي بعدت انا على الكره كي رجعت اعتبار واحد خذ جرعه نتاع اكسجين رجع يتنفس واحد يعني الكوارجي تحب ولا تكره اسلام يدور ويقعد في الميدان نتاعو ويقعد يعيش الكرة خاطر هذيك هي الكرة يعني هذيك حياتنا باش نجيو نحكيو بعد على حكاية علاش بطلت بكري الكرة لكن حنا نحكي شوية على المنتخب في المنتخب ما تحسش فضل عليك كلايتون رغم ليك حتى حكينا قبلك في الأوف كنت ديما في فورمة كبيرة حتى وين تهبط تعطي الإضافة لكن ديما نحسوا كلايتون عنده مكانة خاصة بارابور العياط بون أنا باش نكونوا واضحين الوحيد اللي نقبل باش نكون بناك نتاعو هو كلايتون في الوقت هذاك خاطرني في التوب نتاعي الولي الحاجه برك العلاقه دي بخوزي معناتها انسان ما تنجمش تكره عندي حتى كان يلعب قدامي راضي يعني من كثره السيد متخلل في قلوبنا وسيرتو معناتها بورتون كونكورون نتاعو جامي نهار يغيرك لاعبي توب 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 اخلاق عمره ما يتغشش عاش معنا كتونسي كي بيضرب على ضرب البلاد بالحق تحس الجرحة نتاعو وكل شيء وهذا ميساج كان ايجابي زاد لينا احنا وانا حاجه اخرى زاد قعدت نستنى في الفرصه نتاعي علاش خاطر الكاليتي نتاع كلايتن مش ننكرها كاليتي اكسترا اوردينير فنيا هل انه افضل منك ما نصورش احترام وبر يعني كخير المدرب لازم نحترم قرار المدرب لكن اذا باش نقول انا هو خير ولا انا خير الميدان هو اللي يحكم خاطر في وقت ما كان الجمهور هو اللي يقرر جمهورنا اللي في تونس كان هو اللي قرر هو اللي يعمل الضغط ودومي كاتري نجح حكم فيها كوب دافريك جمهورها الدعم تاع الجمهور هو اللي كان عنده كان يلعب مع كلايتون كان يلعب ارمن من فوق كلايتون مثلا قبل انيس العياري كيف كان يلعب ارمن من فوق معناها كان مفروض في المنتخب والله لا وفي الفتره ذيك 2005 وقتها حتى روجيلو ميرا ما يتعامل مع حتى حد انت نعرف شكون تقصد سويديزون في الفتره ذيك اما لا ما نصورش
الوحيد اللي ما يتعطى اوامر من حتى حد الوحيد. فما شكون كان ياخذ اوامر في المدربين السابقين؟ اي معناها صحيح الكلام اللي خلينا نجيك ديريكت. سليم شيبوب كان يحكم في المنتخب قبل يفرض من لاعبين الاسبيرونس مثلا؟ بيان سور. اما حاجه لازمك تعرفها الكاليتين تاع لاعبين الاسبيرونس ما يستناوش سليم شيبوب. ممكن سليم شيبوب في الوقت هذاك تحب ولا تكره معناتها الى البوفوار وعنده رؤيه فنيه راه باش ما نكونوش واضحين يعني ماهوش نكره ويحكي على الامور الفنيه يعني ينجم ينفعك ونجم يعطي اضافه لكن مشي بالعطف اكثر مع لاعبين التراشي. عشت حالي حاجات كما هكا انت اللي كنت موجود في المنتخب؟ لا با دي تو وكان موجود في الوقت هذاك زاد. انا خلطت على اونري ميشيل وقت في ستاج الاولاني وتنحى فيه وقت اول كونفوكاسيون وقت موجود زاد 2002 اونري ميشيل هكاك وقت كان موجود الرئيس السابق للترجي التونسي سي سيم شيبوب وكان موجود يعمل ديرينيو رئيس الترجي وقتها فهمت يعني عنده تاشو في الفيدراسيون كان ديما موجود في ليزونترمون تحسو مسؤول. بيه انت وقتها كنت ماشي للترجي غالي فما جات فتره اش حابب تقول؟ حبيت نقول لك راه وجوده معناتها في سلبيات لكن كان ايجابي برشا. كيفاه؟ ايجابي على برشا حاجات صارت الكره التونسيه. مثلا في المنتخب في جمعيات في برشا حاجات. اي مثلا شنو؟ اللي مستحقينهم اليوم. احنا مستحقين الناس هذوما اليوم. قول لي اعطيني دي زيكزومبل انيس. ما نجمش احسن لك لي زيكزومبل خاطر كره القدم ولات تلعب في الكواليس ما عادش نحكيو على الميدان. انت تعرف شيبوب كان قوي في الكواليس؟ كان قوي واحنا محوجنا اليوم سيرتو الناس دمادم مش تضرب على مثلا اش كان يعمل؟ تعرف البوفوار كان ينجم يكون في الفيفا ينجم يكون في الكاف يتعدى عليك حد يحسبولك يقراولك برشا حسابات كسوا مع المنتخب ولا مع جمعياتنا حاجه مهمه. بيتاكد الكلام انت عندما حكيت على الحكايه هذه 2004 يقولوا مش كرويا كهو فزنا بكوب دافريك فما حاجه تخلي حياتنا فوز. لا سلام ما تنحيناش الميريت نتاعنا اكيد مانيش نحيز اكيد سمعتوا الكلام هذا. سمعت ما كنا الافضل كنا الافضل وحتى حد ما مل علينا مزيان. الملاعبين اللي كانوا موجودين حقهم وبرافو لجمهور تونس خاطر احنا خدمنا خدمه وعملنا بريباراسيون وقت في بورغيزيانا في ايطاليا وحضرنا كوب دافريك هذيك اشغال شاقه. وقت اللي موجودين في كوب دافريك هذيك ما كناش نحكيو على كوب دافريك مشينا ماتش بار ماتش وكنا الافضل على الميدان وليز ادفيرسير نتاعنا على الورق كانوا خير منا لكن نوفي والقليب والجرينتا و 60,000 اللي كانوا خاطر نحكيو على 60,000 ما عندكش فكره الحله اللي كان فيها راتس خاصه ماتش السنغال بالحق كيب ناسيونال المنطقه كان بجمهوره ماتش الذباب. اي ماتش الذباب وتشوف الجمهور وتشوف الفرحه وتشوف الدعم مسرح الكوره ما تنجمش تعيشها من غير جمهور يستحيل. هذيك علاش اليوم احنا مراجعه في البطوله على الجمهور الشيء اللي ما يخليش الملاعبيه موتيفي. انا علاش سالتك انيس خاطرك انت لمحت لي قلت لي محوج الناس كما هكا وقويين في الكواليس ربطت باللي الكلام يتقال في 2004 تيلي ما قلت لك شوف اسلام انت واش صار في الشامبيونز ليغ الاخرانيين تاع الاسبيرونس. اي برشا حاجات صاروا واش صارت في الكواليس وكنا محوجنا الاكس ولا ايكغيك وكنا نطمعوا انه يكون عندنا فلان وفلتان. هذيك كرة قدم تشوف المغرب اليوم مسيطرة ولا صحيح. شوف انت المغاربة اش قاعدين يعملوا في الكاف قاعدين يحكموا كيما نقولوا احنا بشقال والعقال قريب يفصلوا كيما يحبوهم. تونسي لازم تخلي بصمتها احنا مقديم زمان راه لازم نفرضوا كلمتنا وبروفوني الرد جاي من فريق الترجي الرياضي التونسي. برافو الهيئة المديرة برافو للجنة الحكماء اللي مشاو وجابوا القرار هذا اللي كان قرار للأمانة تحدي تحدي وهذه حاجة باش تخلي كل واحد يفهم قدره باش يعرفوا لي تونس لمساس مهما تكون ظروفها. هذاك علاش قلت لك اليوم في الكاف يلزمنا عناصر ويلزمنا ناس في الفيفا زاد كيف كيف باش نكونوا فعالين. ماناش طالبين باش نربحوا ماتشات كادو لكن باش تكون التعيينات قد باش تكون ثم عدل وكاو خاطر اليوم حسينا تمسينا في كوب دافريك الاخرى ثم برشا وانت شفت شنو صاير اليوم ولينا المغرب تعرف اللي صاير العامين الاخرين اش قاعد صاير يعني المغرب اليوم تحب تسيطر على الكره الافريقيه. احنا رانا عندنا بصمتنا في الكره الافريقيه والعربيه منتخب تونسي ومانيش انا نرمي الورد عنده تاريخه وعنده بصمته لا تعدي على تونس خاطر اذا تعديت على الترجي اليوم اعتبار تعديت على تونس. هما حبوا يعملوا هكا لكن من بعد برجال وهذه حاجه مهمه برشا القرار هذا ربحته تونس كامل ما ربحوش الترجي حاجه مهمه برشا. وهذا علاش قلت لك اليوم يلزمنا الناس اللي يكونوا موجودين فعالين ويكونوا رزان وماذا بينا يعاونوا بعض. صحيح
في وقت من الاوقات حاب عليك سليم جيبو في الاسبيرونس، شنو صار؟ علاش ما تمتش وقت الصفقه؟ ما تمتش خاطر مكتوب. انت ما حبيتش تمشي كيفاش؟ ولو انه ما فماش برشا كانوا يقولوا لي سليم جيبو وقتها. انا قلت له مش فخره معناتها، مش اليوم مش نحكي باش نقول لي انا قلت السيسي ملاه ولا حاجه كبيره في الوقت هذاك. كيما تشوف قبل كيما تو نتصرف عادي ونعاودها ونقولها معناتها، ما عنديش دينار في الكونت ديما نقول، ومش رفضت الترجي، قناعتي شخصيا حبيت نكمل كاريري في ستاد تونيزيان، حبيت نقعد في ستاد تونيزيان. ولو انت الترجي ما تشوفش بالي اخرى كانت بالي اخرى سي فري، اي مليح بحلم اليوم الغدو ولا بعد غدو الترجي التونسي، راهو نحكيو على شيخ الانديه يعني، مش مليح بيرفض الترجي. انا المنطقه ود باردو حسب الحنان، ولاد باردو يحبوا يقلبوا الاسبيرونس. شخصيا نحكي على روحي، انا نمثل روحي، ممكن هما اللي في باردو بدلت الدنيا، بدلت، اما انا مش نقعد محافظ على قناعاتي. استاد تونيزيا ما تكون او لا احد، عشت انا عشت اعتبار عائلتي، راهو كبرت في 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 النايفر، عشت الحنان في النايفر. انا ما قديش انا عشت من صغري كامل عشت في الهدي نايفر، تعديت على المدربين كل ما نترنيش، مش نتفرش في الكيب سينيور، نترنى استنت على شيء زم يكون الساعتين وقتها كان سي عبد الوهاب الاحمر وسيد احمد المغيرب ان شاء الله ربي يشفيه، الناس هذوما كانت تدرب في الملعب التونسي، نمشي نلبس حوايجي ونقعد هكاك، نجي 6 نتاع العشيه باش نمشي ندرب انا وقتها مينيم وكادي. تولدت استاديست ولا كي دخلت ترينا في استاد وهي تحب استاد؟ لا حبونا في استاد، حبونا قبل كان ثم ناس لونكادرومو كان قوي برشا في ستاد تونيزيا سيرتو على مستوى الشبان. ما فهمتنيش، قلت لك تولدت ستاديست ولا كانت عندك جمعيه اخرى وكي دخلت للستاد ولا تحب الستاد؟ لا انا كي حليت عينيا ما كنتش نفهم برشا، معناتها ما كانش عندي حب نتاع جمعيه معينه. ماكش يعني مغروم برشا بالكوره؟ مش مغروم برشا يعني، انا من الكوره لو باش نكون واضح ما حبيتهاش. كي وصلت من الاول لعب كبليزير كحاجه كتجربه، ومن بعد ركزت معاه على خاطر وليت يلزمني نركز معاه، خاطر يلزمني نلعب الكورة، يلزمني نضحي باش نجم نعاون الناس اللي ورايا، وباش نجم نقف مع برشا ناس مستحقت لي، وريت الكورة وقتها كي بديت نفهم اللي فيها الفلوس، ومع الناس اللي شجعتني الحق وانا صغير، مع العطف اللي لقيته في ستاد تونيزيا، مع لهم كادرو ما ممكن تعنا، راهو اللي كادي واللي جونيور راهو يفتقوا ناس كل لي جون اللي عندنا اسلام كانوا راهو على المستوى الشبان، كنا نربحوهم الجمعيه الكل. معناها سبب انك رفضت اسبيرونس انك تحب ستاد كهو، مش موقف ما تفهمتوش هو الفلوس، رغم اللي بن عيسى نعرف اتفق وقتها مع سليم، اتفقوا تتفقوا مع المبلغ واتفقوا على كل شيء واحد، وهذا مكتوب بلوتو، معناتها فماش واحد يرفض التراجي ويستحيل وقت في الوقت هذاك، لكن انا شخصيا وقت ود الحومه وش صار علي ضغط من جمهور ستاد. حتى شريك انت خير برشا من ستاد، خير برشا. قداش تجيب اربع مرات باش تاخذ انت 150 مليون في ديك؟ راهو نحكي سبيس، نحكي لك انا 2002 2003 انا قلت لك ما عنديش 2000 فرنك يعني، ديما مسال في الروج انا، تلقى 150 مليون ما قلت لي، وقلت لي والله ورحمه بابا ونكون واضح، وقلت لي مش خاطر الترجي ولا لا بديتو، اما في الوقت هذاك انا كنت قنوع برشا، وديما ممن نقول بالك يجي مخير. اكثر من اللي خذيته في تركيا 150 مليون ولا الاقل؟ لا في تركيا حاجه اخرى تريبل، وربي ناب ربي ناب، ما رفضتش الترجي خاطر انا هي وقتها في الفتره هذيك ولا بعد جيت تركيا؟ في الفترة بالذات هذيك، هي ميركاتو هذيك، في الفترة هذيك جاتني الترجي الرياضي التونسي رفضتها، وقت انا دخلت في نهارتها بالضبط، نهارت اللي فرت العرض في جربة، نهارتها اقحمني روجيلو مير في 23 تاع الكوب دافريك، زيد ما ندمتش، قلت انا توا الحلم بديت وقت قبل ما نبداو الكوب دافريك بشوية. ما خفتش تفلت كوب دافريك وقتها انك رفضت الاسبيرونس؟ خفت ووليت ستريسي على اعصابي برشا، وكنت نجم على كوب دافريك خير برشا من عملت الشيء اللي مخليني مكبل. ما حاولش ينحيك وقتها؟ لا تحطت الليست وقتها، أعلنوا عليها الصباح وأنا في صح العشاء. بالك شي أنت استنيت حتى تخرج الليست وبعد قلت لي؟ حسبت شوية إي أوكي موجود موجود إي تك تلعب عليه إي، ما وقتها قعد هكا بالحق، عشت فترة صعيبة وفي الكادرو ما كانش عندي كادرو كبير، وحدي ناخذ في القرارات و بما انه ما عنديش غرام، العائله ما عندهمش غرام بالكوره وكل شيء، فهمت وحدي نكسر في ايش نعمل ايش ما نعملش، من فلاج دو 22 وكبرت المسؤوليه راه كمان ترفض الترجي التونسي جمعيه كبيره، فمش ملاعب يرفض
وكانت نحيت من اللي ايش تعمل معناتها فهمت ولا شيء يجيوا المسؤولين تاع التراجي قلت شيء قلت اوكي ونطلب في ربي معناتها ليلتها في الليل خذينا المواد وغدوا باش تعمل الليستة الصباح نص نهار دخلنا سال دي رينيو حلينا شفنا لي ديفونسور لفتنا القنيس الحيات والله عيني زغلت معناتها فهمت هو شكون كان وقتها بريفيو معايا المكشر ومحمد المكشر لا وقتها دازينو على اليسار وشكون اخر وخوزي كليتون ومعايا فتح الغربي ذولي نتاع سي اس اس كان صدقني ربي تفكر وقت نحن وستة بقى هي ستة خالد والمولهي ونيس البس عادي علي الزيتوني نبيل ميساوي هكا نبيل ميساوي رضوان بوزيين هذو من نذكرهم هذو من نذكرهم اللي يتنحاو كيفاش عشت المومو هذيك نتاع هي دي مومو كبير برشا وبالحق باش تكون بشرف تونس راه كوب دافريك تشوف تونس حتى بالحق يعني حتى الباك وامل تونس وقت في كوب دافريك في تونس الناس كل مملة بالكيب هذيك انا مش من بعيد انك تكون في وسط المجموعه هذيك ويمنوا معناتها تشوف الجماهير الدعم اللي ممكن موجود راه ومكان جمهور ريسبيرونس والتراجي صفاقس وليتوال الكلهم تونس كلهم للمنتخب بيتجندوا مش كيما اليوم شويه تعاطف لكن كل يتجندوا لتونس وهذيك الحاجه المهمه اللي خلت ليكيب هذيك تكون سوليد وكانت قويه برشا ومشينا بها لبعيد وفي الفانت كونت نقولوا هذوما التجارب يقعدوا راسخين هذوما يقعدوا في التاريخ بيان سور اسلام واضح ديك الساعه حنيس مواصلين حتى الربع نتاع العشيه معاك في الحوار نتاعنا وكذلك كيف كيف من تلقى من الربع حتى الخمسه يلتحق بينا عاطف تخيل ويلتحق بينا حاليا اسمى المدب في الاخبار اش عندنا اخبار اسمى جمعيه القضاة تستغرب تصريحات رئيس الجمهوريه حول وضع المرشح نبيل القروي دونك لو تويت الاخبار بعد مواصلين مع انيس العاير الاخبار مستمعينا في كل مكان مرحبا بكم في هذا الموعد الاخباري